لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، محاضرتنا اليوم إن شاء الله من القواعد. ندرس معا أسلوب الاختصاص، هو من الأساليب المقررة في النصف الثاني للصف الثاني الثانوي من العام الدراسي 2012-2013. أحبائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم الخير لمصر. بعد التحية أحب أن أستهل درسي اليوم بمقارنة بسيطة ما بين أسلوبين، وهو أسلوب يتحدث عن نحن أطباء نداوي أو نعالج المرضى، وهذه العبارة لاحظ الفرق بينها وبين العبارة التي تقول نحن الأطباء نعالج المرضى. هل هناك فرق بين التعبيرين نحن أطباء نعالج المرضى ونحن الأطباء نعالج المرضى؟ هنا نحن أطباء هي جملة مفيدة، نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وأطباء خبر، والجملة نعالج المرضى بعد النكرة أطباء هي جملة في محل رفع نعت. هذه الجملة في محل رفع نعت، نعالج المرضى هي صفة الأطباء. أما عندما قلت نحن الأطباء، انظر هنا الفرق، في هنا أطباء نكرة والأطباء هنا معرفة، ستجد أن الفرق واضح. فنحن الأطباء مالنا نعالج المرضى، فهنا الخبر هو جملة نعالج المرضى، أما الأطباء هنا سيكون لها معنى آخر، فهي أتت لتفسر هذا الضمير، ضمير نحن من؟ نحن الأطباء. هذه الكلمة أتت وفسرت ضمير المتكلم نحن. من هنا أحبائي أقول أن الفرق واضح، لذلك نستهل ذلك ونقول أن أسلوب الاختصاص هو أسلوب يذكر فيه ضميرا غالبا للمتكلم وأحيانا يكون للمخاطب. بعد هذا الضمير يأتي اسم منصوب يبين المقصود ويفسر المقصود من هذا الضمير، فيسمى هذا الاسم مختصا. هذا يأتي، هذا الاسم يأتي لتفسير الضمير وبيان مقصوده. أقول أنا أحب عملي، أنا هنا أريد أن أفسر أنا من، فأريد أن أضع كلمة، أو قلت أنا المعلم، أنا المدرس، أنا الطالب، هكذا اخترت كلمة وخصصت كلمة تسمى هذه الكلمة وهي غالبا اسم ومعرفة. فهذه الكلمة المعرفة الاسم دائما تكون في موضع المختص. هكذا هذا هو تعريف من تعريفات
أسلوب الاقتصاد. فيتكون إذن أسلوب الاقتصاد من ثلاث أجزاء كما ترون. فتجد الجزء الأول وهو أنا، وهو الضمير، والجزء الثاني وهو المختص، وهو الاسم الذي يلي الضمير ويفسره، والجزء الثالث وهو دائما يكون الخبر الذي يتمم مع المبتدأ، وهو الذي يتمم مع الضمير. فأنا أحب عملي، وتأتي كلمة تفسر هذا الضمير. تعريف آخر حدائي نوقد هو الأسلوب الذي يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير المتكلم غالبا أو ضمير المخاطب لبيان المقصود من هذا الضمير، ويسمى الاسم الظاهر مختصا، ويعرف دائما هذا المختص مفعولا به بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد. إذن الاسم المختص هو الاسم الظاهر الذي يبين المقصود من الضمير ويعرف دائما مفعولا به. مثال: أنا المصري أحب وطني، نحن جماعة المعلمين نربي أجيالا، نحن جماعة المعلمين نربي أجيالا، بكم معشر الشباب تتقدم البلاد، علينا أيها المدرسون تربية النشء، أنتن أيتها الأمهات صانعات الأبطال. انظر هنا تقسيم هذا الأسلوب، هو الضمير المتكلم، انظر نحن للمتكلم، والكاف هنا هي ضمير الخطاب، فالباء حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر الباء، والميم للجمع، والشبه جملة، والشبه جملة في محل رفع خبر مقدم إذا وجدنا أن هذا اسم. قل بكم معشر الشباب، أو عليكم معشر الشباب واجب، لكن عندما وجدت الفعل فلا مجال هنا للتقديم والتأخير. انظر هنا مجال للتقديم والتأخير، علينا على حرف جر، ونا ضمير مبني في محل جر على، والشبه جملة في محل رفع خبر مقدم هنا، تربية النشء تربية مبتدأ مؤخر والنشء مضاف إليه، والمختص هو هنا أيها أو أيتها. أما المختص في هذه الجملة بكم معشرة في كلمة معشر، وفي كلمة جماعة، وفي كلمة المصري. سنلاحظ أن المختص له صور، له ثلاثة صور، هذه الصور سوف نعرفها الآن بالأعين. عندما نرى الألف واللام سنعلم أنه معرفة، وعندما نجد أنه مضاف إلى معرفة، إلى معرفة لا أقول معرفة بالألف واللام، أقول ممكن أقول نحن جماعة مصر، أو نحن شباب مصر، فلا ينبغي أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، وممكن أن يكون معرفة فقط. فهنا من هنا نستطيع أن نقول أن المختص اسم معرفة، ومعشر مضاف إلى معرفة فهو معرفة، وأي وأي أو أيتها أيضا هنا للمذكر وهنا للمؤنث، وهي دلالة على أن هذه الكلمتين أيضا تأتيان مختصة. صور المختص أحبائي وأعزائي سوف نقولها بعد إعراب النموذجي لهذين التعبيرين، نحن المصريين كرماء. فلو قال لك المصريون تدخلها في جملة اختصاص، لا بد أن تحول المصريون إلى المصريين. لماذا؟ لأننا نعلم أن المصريين هي المختص، فلذلك يجب أن يعرب إعرابا واحدا. المختص لا بد أن يعرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، وعلامة النصب هنا ليست الفتحة كما ترون. هنا نحن المصريون كرماء، وهنا نحن المصريين كرماء. فلو قلت نحن كرماء، نحن مبتدأ وكرماء خبر. إذا انظر هنا إلى الخطأ، انظر هنا إلى الخطأ. أقول لك أنه لو صنعت هذا في الامتحان وقلت نحن المصريون كرماء، فهذا التعبير لابد أن تأخذ عليه خطأ. لماذا؟ أولا لأنك يجب أن تجعل المصريون هذه منصوبة، وهي مفعول به، وعلامة النصب هنا، لماذا وضعت علامة هنا واو والنون جمع المذكر السالم يقطع بواو ونون؟
وينصب بالياء والنون. إذن هذا التعبير جيد، ولكن أنا أريد أن أدمج لك سؤالين معا، وهو هذا التعبير صحيح، ولكن عندما يعني جاءت لك كلمة المصريون بالواو والنون فلا بد أن تحول الواو والنون إلى ياء ونون. تحويل الواو والنون إلى ياء ونون عند أسلوب الاختصاص، هذه الإجابة السليمة. لو طلب منك المصريون المهندسون جعلها في أسلوب الاختصاص، نحن المهندسين، نحن المصريين، وهكذا نعرف الإعراب الصحيح، ونقول نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ فعل محذوف وجوبا تقديره أخص. المصريين هو تصنيفه مختصا، لكن أعرف مباشرة مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، فسيكون هنا منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالم. أحبائي أعزائي، يجب أن تلاحظ هذا جيدا لأنه جمع مذكر سالم. كرماء خبر مرفوع، كرماء خبر مرفوع بالضمة، يبقى نحن كرماء. وأتت كلمة المصريون تفسر نحن من؟ نحن المصريين كرماء. نموذج آخر، عليكم جماعة الطلاب الاجتهاد. انظر هنا، الاجتهاد عليكم. نعم، هنا تقدم الخبر الشبه ضمنة على المبتدأ جوازا، وجماعة هي المختص ويعرض مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعلى. قد تعرف هكذا، جماعة مفعول به منصوب على الاختصاص، هذا أيضا إعراب طالما أنك ذكرت أنه على الاختصاص. يبقى عليكم شبه جملة خبر مقدم في محل رفع، جماعة مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، الطلاب مضاف إليه مجرور بكسرة، والاجتهاد خبر مرفوع بالضمة، وهذا خطأ. نعم هذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن كما ذكرنا أن هنا تقدم انظر هنا تقدم الخبر، وقلت هنا أنه خبر مقدم هكذا، إذا كيف أذكر أن الاجتهاد خبر؟ هل هناك خبران؟ لا، هكذا عليك أن تكون مستيقظا لمثل هذه الجمل، عليك أن تفهم جيدا أن الاجتهاد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. نعم اشكرك. نعم إذن هذا الإعراب سيكون ثابتا إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل إلى صور المختص، وسنجد أن المختص يأتي على ثلاث صور، وهذه الصور كما سترى الآن، وهذه الصور مهمة جدا لكي نقارن ما بين جملة كما ذكرت لكم، الجملة التي نحن أطباء نعالج المرضى ونحن الأطباء نعالج. هنا أطباء كلمة نكرة كما ترى، لما كلمة أطباء نكرة وهذا الشكل، نحاول أن نرى هذا الشكل في أنواع المختص. لو أنك اعتبرت أن أطباء هي المختص، فهل هي معرفة مثل هذه؟ انظر ونرى الآن. أولا لا بد أن يكون الاسم المختص معرفا بألف العرب. نعم هو معرفا، نحن العرب، نحن العرب نؤمن بالسلام، مضاف لما فيه ال او مضاف لمعرفه، او لنا معشر الشباب مستقبل باهر. وقد ياتي المختص لفظه اي او ايه، اي للمذكر وايه للمؤنث، هكذا سيكون لهم اعراب واحد وهما مبنيان دائما، مبنيان على الضم في محل نصب مفعول به وهما المختص. وهال التنبيه ثم يأتي بعد أيها أو أيتها اسم دائما يعرب صفة مرفوعة، وقد يأتي بدلا. انظر إلى هذا المثال، بنا أيها الشباب يرقى الوطن. هنا وضعت خطا تحت الشباب حتى لا تظن أن الشباب
هي المختص، لا المختص أيها، والهاء للتنبيه، والشباب هي النعت المرفوع بالضمه، فكل كلمة تأتي بعد أيها أو أيتها يجب إعرابها نعتا مرفوع أو بدلا. فتعرف أي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره وأخذ أيضا، والكلمة بعده صفة مرفوعة، إذن هي اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. هذا ما ذكرناه. إذن أحبائي وطلابي، عندما أقول عليكم أيها المعلمون أمل، المعلمون هنا صفة مرفوعة بالواو، عليكم أيها المعلمون أمل، أمل الأمة، أمل يبقى مبتدا مؤخر، وعليكم شبه الجملة خبر مقدم والميم للجمع. هكذا نجد أن المختص اسم معرفة أو مضافا إلى معرفة أو لفظة أي أو أية، أيها أو أية. هذا يجعلنا نصنع مقارنة أخرى في جملة أيها أو أيتها. عندما أقول أيها، الطالب استفد من وقتك، هذا اسلوب. انت ايها الطالب، انت انت تستفيد من وقتك. العبارتان أحبائي كما ترون، أنت أيها الطالب تستفيد من وقتك، والعبارة الأخرى أيها الطالب استفد من وقتك، هذا أسلوب وهذا أسلوب، فما نوع هذا الأسلوب وما نوع هذا الأسلوب؟ نعم، هذا أسلوب للنداء، أيها الطالب استفد، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، والطالب نعت مرفوع بالضمة أو صفة مرفوعة بالضمة. أما في هذا الأسلوب فهو أسلوب اختصاص، يبقى هنا أسلوب نداء وهنا أسلوب اختصاص، يبقى هذا أسلوب نداء، أما هذا أسلوب اختصاص. أسلوب الاختصاص عرفنا لأنه بدأ بضمير، نعم أنه بدأ بضمير، فهكذا تأكدنا أنه أسلوب اختصاص. فأنت أيها الطالب، وملاحظ أن المختص أيضا إذا حذف ولم يقرأ فسوف تستقيم الجملة، أنت تستفيد من وقتك، أنت تستفيد من وقتك، لكن هنا أقول استفد من وقتك أيها الطالب، هنا بدأ بأسلوب النداء وهنا بدأ بالضمير، فعرفنا أنه يفسر هذا الضمير بأيها الطالب. هذا فرق أيضا بين أسلوب النداء وأسلوب الاختصاص. إذن يجب أن ننتبه إلى عدة أشياء، إذا حذف المختص من الكلام استقام المعنى، تجدونه انظر ماذا يحدث، أهو نحن شباب مصر، نحن شباب مصر، نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ
وشبابه خبر مرفوع بالضمه مضاف ومصر مضاف اليه مضروب بالفتحه. تعرب هنا خبر المبتدا مرفوع، فتعرب هنا شباب خبر المبتدا هذا وتكون مرفوع، يبقى شباب هنا خبر. لكن لو قلت نحن، لو قلت جملة أخرى نحن شباب مصر، نحن شباب مصر، نحن شباب مصر حماة الأمة العربية. انظر هنا إلى الفرق، هنا شباب ستعرب مفعول به منصوب على الاختصاص لثاني محذوف تقديره أقصد أو أعني أو أقصد. نماذج الإعراب الأخيرة نقول نحن المحامين دعاة الحق. نحن ضمير متكلمين مبني في محل رفع مبتدأ، المحامين هو المختص، فنقول مفعول به منصوب بالياء لثاني محذوف تقديره أقصد، ودعاة خبر مرفوع بالضمة حق مضاف إليه مجرور بالكسر. أنت أيتها الممرضة ملاك، في كتاب المدرسة أنت أو أنت عندما تنطقها ستجد أن أنت أو أنت ونقط ملاك الرحمة أو، فلن تستطيع أن تجزم أنت أو أنت إلا إذا أكملت الجملة. فانظر إلى المعنى وستجد أن لو حذفنا كلمة أيتها الممرضة أو الممرضة ستقرأ أنت ملاك الرحمة؟ لا، لا بد أن تقرأ أنت ملاك الرحمة. فأنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، أيتها مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء للتمهيد، والممرضة صفة مرفوعة بالضمة، وملاك خبر مرفوع بالضمة رحمة مضاف إليه. فلو قلت أنت الممرضة ملاك الرحمة ستعرب الممرضة مفعول به منصوب على الاختصار. عليكم معشر الشباب مسؤولية النهوض بالوطن، عليكم معشر الشباب مسؤولية النهوض بالوطن. نعم، في جملة في محل رفع خبر مقدم والميم للجمع، معشر مختص طبعا هذا تصنيف، ولكن إعرابه مفعول به منصوب بالفتحة، فالمختص دائما يعرب هذا الإعراب ولا تغيير فيه. الشباب نعم بطليه، مسؤولية هي المبتدأ المؤخر لمرفوع بالضمة، إن مسؤولية النهوض بالوطن عليكم معشر الشباب. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من المحاضرة وهو المختص بالمناقشة. نبدأ معا في مناقشة الدرس، بين فيما يأتي المختص وأعرضه. لنا أبناء النيل حضارة عريقة، أنت أيها الطالب أمل المستقبل، إننا معشر الشباب نحن الوطن. المختص هنا، المختص هنا هو أبناء وأيو ومعشر، نعم كل هذا هو المختص. نعرف أبناء فنقول مختص مفعول به منصوب بالفتحة لكان محذوف تقديره أخص، أو مفعول به منصوب على الاختصاص، أيو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به والهاء للتنبيه والطالب نعم مرفوع، ومعشر أيضا مفعول به منصوب بالفتحة. لاحظ أن معشر شباب معرفة وأبناء النيل معرفة، نريد أن نضع في المكان الخالي اسما منصوبا على الاختصار. نحن
نخرج طيبات الأرض. فنقول نحن الفلاحون أم نحن الفلاحين؟ نعم الفلاحين، صدق. بنا العمال ولا العاملات ولا الصانعات ولا الصانعين؟ يجوز أن تقول الصانعين أو العاملين أو العمال. بنا يزداد الإنتاج، يبقى بنا عمال مصر يزداد الإنتاج. علينا واجب تجاه الوطن. من مقصود بنا؟ يعني نا هنا من مقصود بنا؟ هل الطلاب؟ لو قلت علينا الطلاب واجب تجاه الوطن، هذا صحيح، عليك أن تختار كلمة منصوبة لأنها ستكون خاصة. هنا سؤال يأتي في الامتحانات، اجعل المعلمون اسما مختصا أو معلمو اللغة العربية. يقول لك المعلمون أو معلمو اللغة العربية، هكذا. ماذا ستصنع هنا؟ معلمو اللغة العربية. طيب كيف ستجيب على هذا التعبير؟ نعم، أولا لابد أن تبدأ بضمير، لابد أن تبدأ بضمير، ولابد أن تقول المعلمون هنا جمع، فلابد أن أستخدم نحن أو إننا. يعني يجوز أن أوصل قبل الضمير حرف نصب أو حرف جر. علينا، بنا، نحن، إننا، كما تشاء، ولابد أن يكون هناك ضمير. فنقول بنا معلم ولا معلمي، بنا المعلمين تتضح الدروس، بنا المعلمين تتضح الدروس. هنا حولت المختص إلى مفعول به، فلا بد أن أحول أيضا علامة الرفع إلى علامة نصب. تحويل علامة الرفع إلى علامة نصب هذا يجعلك تجيب على الأسلوب بالسلاسة. هكذا أيضا معلم اللغة العربية أو معلم ملتقى الدارين، نقول عليكم معلمي ملتقى الدارين واجب نحو الطلاب. معلمي حذفت النون للإضافة. هكذا أيضا المصريون، هكذا نفس الفكرة، رجال الفكر، العمال، اجعل كل اسم من مصدرات مختصا في جملة وأعربه على أن تختلف صور المختص في الجمل. هنا المصريون ستتحول إلى المصريين، إذا أنتم المصريين تصنعون مجدكم أو تجذبون العار لكم. بكم رجال الفكر تنهض الأمم. عليكم أيها العمال واجب نحو الوطن. وهكذا استخدمت المعرفة والمضاف ووضعت أيها أمام كلمة العمال. ضع مختصا مناسبا في المكان الخالي وأعربه في نجاحنا نحن الأبناء سعادة للأباء أو سعادة للآباء. إنكم تسهرون على راحتنا وأمننا، يبقى جنود الوطن أو الجنود أو جيش مصر. نحن نمد يد العون للفقراء، نحن
جمعية رسالة مثلا، نحن جمعية رسالة نمد يد العون للفقراء، بنا تزدهر البلدان. لا يجوز أن أقول هنا بنا جميعا تزدهر البلدان، هذا خطأ. جميعا تعرف بإن حال. لماذا استخدمت جميعا؟ أولا جميعا ليس فيها ألف ولام، ونحن نعرف أن صور المختص أولا يكون فيها ألف ولام، فإذا وضعت جميعا هذا خطأ، ليس فيها ألف ولام. ثم أنها تدل على الحال، فبنا بناء الوطن تزدهر البلدان، أو بنا العلماء تزدهر البلدان، هكذا أحبائي. أكمل كل جملة مما يأتي بذكر مبتدأ مناسب يليه اسم مختص مضبوط بالشكل. من هنا أكمل كل ما بذكر مبتدأ مناسب واسم مختص. المبتدأ لابد أن يكون ضميرا ثم الاسم المختص، يعني لابد أن تستخدم ضمير واسم، ضمير واسم، يعني في كل جملة ستضع إيه؟ يبقى نحن العلماء ورثة الأنبياء، أنا المصري أحب طلب العلم، أنا المصرية أحب طلب العلم، أنتم أيها المصري، أنتم أو نحن أو إننا المصريين نعشق، إننا المصريين نعشق السلام ونحرص عليه، أنا الجندي، أنا الجندية درع الوطن وسيف، نحن والعلماء ذو فضل كبير في صنع الحضارة، أنتم أيها الجنود حماة الوطن، أيها الجنود أنتم حماة الوطن. ما نوع كل أسلوب من هذين الأسلوبين؟ ثم أعرف كلمة أيها الأسلوبين. لو تتذكرون معي الأسلوب الأول هنا هو أسلوب الإخوة اختصاص، أم أسلوب النداء؟ من فيهم هنا أيهم بدأ بضمير؟ أيهما بدأ بضمير؟ أنتم أيها الجنود حماة الوطن، ولا أيها الجنود أنتم؟ من الذي بدأ بضمير؟ هذا يبقى هذا هو أسلوب الاختصاص، وهذا هو أسلوب النداء. هنا أيهم، هنا أي في الأسلوب الأول مختص مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه والجنود نعم مرفوع. هنا أيها، أي منادى مبني على الضم في محل نصب والجنود نعم، أنتم حماة الوطن جملة اسمية، وكان من أنتم مبتدأ ضمير وحماة خبر والوطن المضاف إليه. أما هنا أنتم هي المبتدأ وحماة الوطن، حماة خبر والوطن المضاف إليه. نبدأ هنا بالتفكير بقى قليلا وننتظر ماذا سيقول لنا هذا التدريب. نحن العرب أرسينا أسس الحضارة ونشرنا مبادئ العدل والمساواة وقت أن كان الغرب يعيش في ظلمات الجهالة ويعاني ألوانا من الاستبداد في القرون الوسطى، وإننا أحفاد العرب ندعو للسلام في ظل الإخاء والتعاون بين الشعوب، وسيكون لكم أيها المتفوقون باب لمستقبل سعيد بعد ماضي آبائكم المجيد. أولا نعرف ما تحت الخط، أرسينا أسسا، من الذي أرسى؟ العرب، نحن ما أسسا بأرسى، أرسى نحن أسسا، نحن مفعول به منصوب بالفتح وقت ظرف منصوب بالفتح،
كل ما يأتي بعد أيها أو أيتها يعرب نعت مرفوع أو عدم تبقى هنا الواو لأن ده مذكر ثاني فوكون ماضي آبائكم آبائكم هنا مضاف إليه مجرور الكسرة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه والميم للجمع لو أتت هذه الكلمة منصوبة ستكون آباءكم والهمزة تكون على الصف ولو أتت هذه الكلمة مرفوعة ستكون آباؤكم هكذا هكذا كل كلمة إذا الكلمات التي تختتم بالهمزة كما ترون هذه الكلمات مثل آباؤكم وأبناؤكم وهذه الكلمات كلها كما تشاهدون أحبائي تكتب بهذه الطرق على الواو هنا في حالة الرفع وعلى السطر هنا في حالة النصب وعلى على نبرة هنا تكون في حالة الجر وهذا دلالة على أنك تستطيع أن تعرف الإعراب إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بهذه الطريقة هنا حالة الجر فهي مضاف إليه لا يعني ليس هناك للجر إلا حالتين أو ثلاث حالة الحالة الأولى بعد حرف جر أو مضاف إليه أو نعت لمجرور أو معطوف يعني لمجرور أو توكيد لمجرور أو بدل لمجرور هذه حالات الجر كلها تقريبا لذلك هنا الشكل المجرور إذا هي مضاف إليه مجرور والكاف أيضا مضاف إليه ضمير والميم استخرج من العبارة أساليب الاختصاص أو أي سوء اختصاص وبين الصورة التي جاء عليها المتصف نحن العرب أرسينا أسس الحضارة هنا الأسلوب كله نحن العرب أرسينا أسس يعني لابد أن تستخرج كل هذا الأسلوب أما صورة المختص هي العرب وهي صورة المعرف بأن الأسلوب الثاني وإننا أحفاد العرب هنا الأسلوب كله إننا أحفاد العرب ماله مالنا ماذا نفعل إننا ندعو للسلام إذن أحبائي كما ترون الأسلوب كله ولكن صورة المختص هنا مضاف إلى المعرفة بأن الأسلوب الأخير سيكون لكم انظر إلى الكاف هنا الضمير هون لكم أيها المتفوقون هنا صورة المختص أيها أو أيتها يبقى هنا أيها جملة في محل رفع وأخرى في محل نصب جملة الخبر دائما تأتي في محل رفع أقول نحن مبتدأ وأرسلنا جملة فعلية في محل رفع خبر وأخرى في محل نصب إذا يجب أن تبحث عن جملة تكون نعتا لمنصوب أو خبرا لكان فهي تكون في محل نصب أو كان الغرب يعيش في ظلمات الجهلة فكان تنصب الخبر هذه جملة جملة كان في محل نصب خبر كان أيضا الجملة التي لا محل لها من الإعراب كان ممكن من الممكن أن تضع كل الجملة الابتدائية هذه جملة لا محل لها من الإعراب أو تبحث عن اسم موصول يأتي بعده جملة أيضا لا محل من الإعراب لأن الاسم موصول الجملة بعده لا محل لها من الإعراب النعت الشبه جملة نستطيع أن نستخرجه إذا أبحثنا عن فعل قبله نكرة أو اسم نكرة بعده فعل يعني نبحث عن الأفعال أو عن الكلمات النكرة الأفعال أسرع هنا مثلا يعيش قبلها الغرب لا أنا أريد كلمة نكرة هنا قبل يعيش طيب ننظر إلى كلمة ندعو قبلها أحفاد العرب أيضا لا يجوز أيها المتوقون باب لمستقبل سعيد بعد ماضي أبيكم مجيد انظر النعت الشبه جملة غير النعت الجملة النعت الجملة الشبه جملة يشبه النعت الجملة لابد أن تبحث عن نكرة وبعدها جر ومجرور يبقى إذن
نحاول أن نبحث عن الجر والمجرور أولا أو الظرف. يعيش إذا كان الظرف يعيش في ظرف مجرور ويعني ألوانا نكرة. من الاستبداد؟ من الاستبداد شو بجملة في محل نصب؟ نعم لألوان النكرة. يبقى الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. النوع من الصرف هنا وبين سبب منها. هنا كلمة مبالغ ممنوع من الصرف والسبب لأنها صيغة منتهى الجمل كما درست في العام السابق. المصدر السماعي والآخر القياسي. القياسي يأتي على وزن، فكل ما يبدأ فعله بآ يكون مصدره بإي، وكل ما يبدأ فعله بتاء يكون مصدره بتي. يعني عندما نقول مثلا آخا إخا، تعاون تعاون، هذه مصادر قياسية لها أوزان. أما عندما ننظر إلى المصدر السماعي فنقول مثل الحب والجهالة والكلمات التي مثل العدل. أما المساواة فهو مصدر قياسي من الفعل ساوى مساواة. أعرب الجمل الآتية: أنا معلم اللغة العربية وأدي رسالتي مع طلابي على أكمل وجه راجيا من الله العون والتوفيق. أحبائي أعزائي أترك لكم هذا الإعراب، عسى الله أن يفتح عليكم وترسلوه في الإيميل الخاص بي. أحبائي وأعزائي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي بالتوفيق إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير لمصر.